هذا اللي كان ناقصني لانه خرطوش فرقك انا مدام. اللهم اجعله خير. شو بلا؟ مو منام بقي مرتي هي فردوس مرتي فردوس حبيبي فردوس من أولك شو بتحب أعمل معك أنا ها؟ أنت لا تفكري بالموضوع خلي الموضوع عادي مع الموضوع بكره نقدم معها واثق كثير من نفسك اسمع لإلا كل شيء صار امبارح بتعتبر نفسك شايفه بالحلم شو اوكي شيت اني انا صير مرتك هي بعيده عليك بعيده كثير لا تحلم فيها شو لا احلم فيها نحن تجوزنا على سنه الله ورسوله حلو مثل ما تجوزنا بنطلق بس شو انا مرمطون انا لا سلامتك من المرمطه شو مرمطون بس كل شيء صار بيساعد غضب رد فعل سريع يعني الموضوع ما كان جدي شو جدي وما جدي شو انا مسخره انا لا مو مسخره هيك حظك ما حدا طلع بوشي غيرك اجت براسك الشغله بقى اذا بتريد ما بدي ضجه ما بدي حدا يضرب الموضوع مو ناقصني فضايح انا فضايح يا فردوس فوت الحمام مو مثل طلعته شو قصدك شو قصدي تحيك شو قصدي لازم تعرفي انه انا ما طلعت ما تطلق ما تطلق شو تطلق وما تطلق شو الشغلة على كيفك انت ابو كيروز انت قد ما بدك مصاري بعطيك شو بدك ولا يهمك ما بدي مصاري بشتري لك شقة ابوك هي الشقة ما بدي شقة لكن شو بدك بدي اياك فشلت بنص عينك اطلع لبرا منك اطلع لبرا احسن ما افريق فريق اطلع لبرا يا طوف يا ربي دخيلك منين اجتني هالبلوة فردوس لحقت انك لبيت الطاعة أمل مدام فردوس موجودة؟ تفضلوا كيروز مدام فردوس ولا وغصب عن قرف رقبتك في ثلاث نسوان برا بدهم يشوفوكي قلن يفوتوا بس اعطيك مصره على رايي قلن يفوتوا تفوت بالمرض روح بدي يصير في بيناتنا محاكمة روح احسن ما انسى رقبتك روح قلن يفوتوا فوتي انتي وياها فوتوا اهلا وسهلا اتوتلو بعدين بحكي معك لا نومو ابيك موان وي وي اتوتلو اهلا وسهلا ومرحبا مدام فردوس على ما اظن منيح يلي لحقناكي خير في شي بدنا نفتح لك عيونك حتى ما توقعي ضحيه للنصاب انا نصاب محروس ليش بتعرفوه نحن اللي بنعرفه كل وحده منا جوزها ترك لها مستودع مصاري اجا المحتال ولعب بعقلنا وحده ورا الثانيه شلحنا كل شي وراح شلحكو شو بشلحكو عمل حاله عشقه وعملنا غباشه على عيوننا ما عدنا عرفنا على شو عم نوقع وشو عم نلبسه ايه وعدنا يتجوزنا انا قلت له وكاله عمي ايه وبعدين بعد ما يبعت المأذون يتصل ويقول احطي بس انا مفتحه مالي عميان كتب لي بيت باسم كلياتنا كتب لنا البيت باسمنا البيت اللي عم تحكي عنه مأجر من 50 سنة ب15 ليرة بالشهر يعني ما رح تستفيدي منه بشي بس أنا معي ورقة بتجيب أجله بتحطه 20 سنة بالسجن إن شاء الله سند الأمانة إيه وشو عرفي؟ إيه كل وحدة منا في معها سند أمانة مفتوح وليش ما خربتوا بيته؟ لأنه البصمة يلي على السند مو بصمته لكن بصمة مي بصمة واحد اسمه على اسمه بس ميت شو عم يقوم يبصم ويرجع يموت؟ لا هن اثنين لهم نفس الاسم حتى اسم الاب واحد يلي بيختلف اسم الام ورقم الهوية والبصمة
كانوا ينصبوا ويحتالوا سوا ويحبوا بعضهم كثير، بس هداك الثاني ضربته سيارة وحس انه راح يموت. زبدة الحديث، زبدة الحديث. أنو زبدة؟ ليش محروس خلى بالحديث زبدة؟ يا ستي زيت الحروع، المهم خلصينا. رفيقه قبل ما يموت طلب منه يروح لعند المحامي ويعمل له 500 سند أمانة ويبصم له عليهم مشان ينفعه. يعني مو بصمته؟ أبو كيرو. مرت عمي، مرت عمي روقي خلاص، مو محرزة الشغلة. صدقيني أبو كيروز إنسان بسيط، بعدين ما رح يصح لك أحسن منه. ليش عم تدافع عنه أبو سينا؟ ليكون لأنه رفيق أبوكي اللي بيقوص كلام. جميل، أنا ما عم دافع عنه، بس أنت خليني كفي. خلي المخلوقة تكفي. كفي أبو سينا، كفي. صحيح أبو كيروز فقير وختياره مصوفن على حفة قبره، بس خرجك مرت عمي، يعني اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي. شو ملايمين لبعض؟ يعني لا تأخذيني مرت عمي بهالكلمة، بالمكفى مو ملعون مثل محروس. بوسينا ليش هيك حكيتي مع عمي وكسرتي لها خاطرها؟ جميل ضب مرتك. ها ما بدي ضبها، خليها تحكي حكيها مزبوط. طولي بالك انت وياه، خلاص خلوا المخلوقة تعرف تكفي حكي وتاكل هوا، كلي هوا بوسينا. ليش هيك عم تحكي مع عمي؟ بدي كسر راسك تضرب انت بس. لا عطني خطر قلبي. خلص كل من العريس، راح نحكم وابد انبسطوا. لك ظليت تقفي من كريكو على راسه حتى امد. لمين؟ للعريس تمحروس. شبو محروس؟ شبو محروس؟ شبو انا ما قدرت اتحمله. وينك؟ انا ما كنت ناوي امسك في اليمين، بس لما شفته قدام باب المستشفى فردمني مقتل. مستشفى؟ شو عم يعمل بالمستشفى؟ كان طالع من المستشفى مع واحده صبيه، قلت فوق ما ضحك على فردوس كمان عم يغشها، ما لقيت حالي غير ساحب الكريكو من تحت سيارة الإسعاف ونازل فيه دح على راسه. وينك؟ كل ما حدا تجوز هيك راح أقضي على مستقبله. أنا ما عاد فيني استنى، ما عاد فيني استنى. حقوني لشوف. يلا عزمت على حالي طربشت، أخذني غدر. ليه الشرطة؟ حقوني لشوف. تهرش تهرش، هذا هو اللي ضربه. ورجيني ليكو. ايه هذا هو، هذا هو. لساتك طيب ولا؟ لك حين تجي لهون يا حقير انت؟ بس ايدك بقى وحميل ربك انه غزال لسات طيب. سيدي ركي خلص عليك. انا رح خلص عليه، ما تعمل لك فكر. جميل جميل. ايه انت وياك؟ هاد مو محروس. مو محروس؟ صحيح هذا شواربه طويلة. مو محروس؟ يحلي ما قوصته. لك هاد واحد تاني اسمه رزق. ايه ايه اسمه رزق، وصار له 3 شهور بالمستشفى، ما صدقنا وجبر جمجمته. انا شو بدي انطرب على قلبي والجوازة؟ الله لا يوفقك يا فردوس على الحبسة، الله لا يوفقك. وهي بوسه من جمجمتك. الله يخليك لا تاخذنا. لك شو يواسك كل ما يواسك؟ شو الشغله سايبه؟ لك ما في قانون؟ يا سيدي شو بدي اعمل؟ فارتم لي. ايه بس يفور دمك يا حساس، تبقى حضرتك روح قدم دواء، ما تكسر روس العالم. خلاص يا خلاص خلاص، نحن مصعد حقنا سيدي، نحن مصعد حقنا. شو مصعد حق؟ ابوك حطي لي فوق ويرد تحته حتطلع من المستشفى. انا بتكفل بتكاليف المستشفى. شو قلت يا رزق؟ خلاص سيدي خلاص خلاص، ما بدها بشاكي، ما بدها بشاكي. طيب ماشي الحال، انا هالمره رح اتركك لانه الجماعه طلعوا اوادم، بس مره ثانيه رح دكك بالحبس وشو ما صار يصير. خلاص التوبه يا ابو شكيب التوبه. ها وهي بوسه ثانيه. وانا سيدي شو بدي اصير فيه انا؟ انت شبك؟ انا ما بصوت حقي انا. وانت شو لك علاقه؟ ابو؟ لا مو ابو انا. صحي لك ابو ياسر، كنت رح تقتله للرجال. انا؟ لا ابو ياسر معناها اكله شي ضرب طايش براسه. لا مو طايشه، بس انا كنت عم بعمل صيانه لسياره الاسعاف. شوفير سياره الاسعاف؟ ايه انا. ابو ياسر انت ضربته شي؟ انا؟ سم الموت. لا ما ضربني، بس سحب الكريكو من تحت السياره قامت نزلت فوقي انا،
وصار معي فك وفكش وانفكاك وخلع بكتفي ناكس وتربشت انا. يا ابو ياسر طالما القصه هيك صار لازم دكك بالحبس. ما راح اهرب ابو شكيب، ما راح اهرب. عجبك هيك فردوس؟ لك يضرب الحب مو شو بيزل شو بيبهدل. حطوا الشاره.